صباح الخير هيفاء، وصباح الخير بكر، وصباح الخير عليكم أصدقائي متابعي صباح الشرقية. شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لليوم وصفة فرنسية اسمها كريم بورلي، بالعربي نقدر نسميها الكريمة المحروقة. تابعونا إن شاء الله تعجبكم. بجدر صغير نخلي ربع كوب حليب، ونخلي فوقه نص كوب كريمة سائلة، وشوية فانيلا، وأخليه على نار وسط حتى يحمى. وإذا ما عدنا من هالكريمة السائلة نقدر نستعمل قشطة نخففها شوية بحليب حتى تصير تشبه الكريمة السائلة. هسا راح أحتاج صفارين بيض وربع كوب شكر، وإذا تحبوها حلوة أكثر تقدرون تخلون شوية أكثر. هسه راح اخلطها كلش زين الى ان الشكر يذوب ويا صفار البيض. بعد ما حمى عندي الكريمة والحليب راح اضيفه فوق صفار البيض والشكر بالتدريج وشوية شوية. اصدقائي حاولوا تخلطوهم بالتدريج حتى ما يفصل عندنا المزيج. هسه راح احتاج قالبين بايركس، واذا ما عندنا قالبين نقدر نستعمل واحد كبير كلش عادي. واخليهم بايركس شوية كبير، وراح اضيف وياهم مي حار. الفرنسيين يسمون هاي الطريقة بارماري، اللي هي حمام مائي. مستر هنغري، زين هذه الوصفة ما راح يكون بيها طعم بيض كلش واضح؟ الجواب هو لا، أبد ما راح يكون بيها لا طعم بيض ولا ريحة بيض، وحتى اللي يأكلها ما راح يعرف انه بيها بيض. وأخليهم بالفرن على درجة حرارة 140 لمدة 20 دقيقة. بعد ما طلعناهم هسه راح نشيك اذا كانوا مستوين. لازم نهزهم الوسط مالتهم بعده يكون سائل والاطراف تكون جامدة. هسه راح اخلي خاشوقة مال شاي شكر على الوجه واوزعهم بالتساوي. هسه عندي هذا البلو تورج اللي هو مثل الشعلة، أبدي أموع بيه الشكر. أهم شي ما نستعجل بيه، شوية شوية إلى أن يحترق ويصير لونه بني على سواد. زين مستر، بلكي ما عدنا من هذا. كلش عادي، طاوة خلوا بيها شوية شكر موع الشكر وديروه فوق الكريمة بعد ما تبرد. هذه وصفة الكريم بورلي على طريقة مستر هنغري، إن شاء الله حبيتوها وحياكم الله.